بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم أنا أكتب لكم الكلمات المترادفة لهذا المعنى، أغرم به أو أولع به، يعني أحبه. المترادفات، الكلمات المترادفات. بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا ما نحتاج أن نعبر عن تعلقنا بشيء تعلقا قويا، فما هي التعبيرات التي تؤدي هذا المعنى؟ في العربية كثير من الكلمات تأتي للإبانة عن هذا المعنى ولأداء هذا المفهوم، يعني للعبارة عن التعلق الشديد بأي شيء. أنا أكتب لكم بعض الكلمات المختارة. أعجبت بالقراءة، أعجبت بالقراءة، أي أحب القراءة، أحب القراءة. ويمكنك أن تقول وكله هكذا، أعجبت بالقراءة فأنا لا من هذا الفعل، أعجبت بالقراءة فأنا معجب بالقراءة. يمكنك أن تقول أنا معجب بالقراءة، يعني تصوغه بصيغة الجملة الإسمية، أنا معجب بالقراءة، وبصيغة الجملة الفعلية أعجبت بالقراءة، ولكن بصيغة المفعول. لماذا؟ لأن الفعل على بناء المجهول، فالوصف على بناء المفعول، أنا معجب بالقراءة. هكذا أنت تقول أغرمت بالمطالعة، فأنت تقول فأنا مغرم بالمطالعة، مغرم. هذا كله على وزن واحد ولمعنى واحد، فأنا مغرم بالمطالعة. أولعت،
بالنظر في الكتاب. هكذا على نفس الوزن، على نفس الزينة. فأنا مولع. بالنظر في الكتاب. أغريت بدراسة المجلات. فأنا مغرا. مغرا بدراسة المجلات. افتتنت 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 بالدواوين العلمية. فأنا مفتتن. من أي باب افتتن؟ افتعل. مفتتن. ويجوز لك أن تقول فتنت فأنا مفتون، لكن افتتنت فأنا مفتتن. بالدواوين. دواوين يعني الكتب. دواوين العلم الكتب. مجموعة كلام الشعر. ليس هو معنى خاص، والديوان يأتي بمعنى الكتاب أيضا. دواوين العلم يعني الكتب، المجموعة العلم، مجموعة الكلام. لهجت. لهجت بالأسفار الأدبية. فأنا لهجة من مجرد لهج. لهجة يلهج فأنا لهج. فرح يفرح فأنا فرح. حذر يحذر فأنا حذر. فأنا لهج.
كلفت بالعلم والأدب فأنا كلف فأنا كلف عاشق كله بنفس المعنى كل هذه التعبيرات بمعنى واحد فأنا كلف بالعلم والأدب فهمت؟ أعجبت بالقراءة فأنا معجب بالقراءة ردد معي كل واحد منكم يردد معي أعجبت بالقراءة فأنا معجب بالقراءة أغرمت بالمطالعة ردد أغرمت بالمطالعة فأنا مغرم بالمطالعة أولعت بالنظر في الكتاب بصوت ارفع صوتك أولعت بالنظر في الكتاب فأنا مولع بالنظر في الكتاب أغريت بدراسة المجلات فأنا مغرما فأنا مغرا بدراسة المجلات أفتتنت بالدواوين العلمية فأنا مفتتن بالدواوين بالدوانين لهجت بالأسفار الأدبية فأنا لهج بأسفار الأدب سفر جمعه أسفار هذا أيضا كتاب كبير بمعنى الكتاب الكبير يحمل أسفارا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كلفت بالعلم والأدب فأنا كلف بالعلم والأدب احفظوها عن ظهر القلب إن شاء الله أنا أسمع منكم يعني هذه السبعة هذه التعبيرات السبعة بنفس واحد غدا إن شاء الله تعالى.